الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. هذه المحاضرة ستكون آخر محاضرة في السنة الهجرية التي سوف يزدل الستار عليها لندخل إلى سنة جديدة. وبطبيعة الحال يفترض أن ننظر إلى ما يجرد في السنة التي انصرمت، وكما أنه يفترض بنا أن نعد لما سيأتي في السنة المقبلة. من دون ذلك لن نحس بدخولنا في عملية التغيير الجاد لقضية هي من العظمة بمكان، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجعلها في مقام بقية الله في الأرض. ومن الناحية الموضوعية كان قد وضعها بمقام إخراج العالم من الظلم والجور إلى القسط والعدل. ومن الناحية العقائدية هذه القضية تمثل حالة الثبات وعدم النكوص على الأعقاب، وعدم التولي قهقرة عن هذا الدين من خلال الموقف الصادق الجاد المسؤول مع مقام هو مقام خاتم الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأجداده الطيبين. إذن نحن لسنا بيوم عادي ولا نمر بلحظة عادية، سيما أن العالم هو الآخر يبدي من التغير الشيء الكثير، بحيث إن كانت لدينا نسبة من المسؤولية تغير العالم هو الآخر يضفي علينا نسبة إضافية ويحملنا مسؤولية إضافية على ما كنا عليه. بالضبط مثل إنسان يخرج إلى التجارة وقد أعد لتجارته مقدار من المال، لكنه في الطريق جاءه من قدم له مال إضافي، وحينما أخذ ماله والمال الإضافي رأى إقبال الناس على البضاعة التي يتاجر بها إقبالا كبيرا جدا. لذلك كل العوامل، عامله الذاتي، العامل الاجتماعي، وعامل الظروف الموضوعية، كلها تتدافع لتضيف إليه مسؤولية من بعد الأخرى لكي يتقدم في موضوع تجارته. هذا المثال لو أننا أخرجناه من الحالة الافتراضية إلى حالة حراك علامات الظهور والمجتمعات الحاضنة والمجتمعات المعادية للإمام صلوات الله وسلامه عليه، واقع الحراك العالمي برمته فيما بينهم، كله يضفي أمام علينا
مسؤوليات إضافية يجب أن ننتبه إليها بشدة. لكن قبل أن أشير إلى هذه العوامل، نحن احتفلنا في الغدير، وبحمد الله هذه السنة يمكن أن أقول أن التشيع لم يمر بإحساس الاحتفال وبمسؤولية الاحتفاء بالغدير مثل ما عرفناه في هذه السنة. العراق، وقد اطلعتم على الحجم الكبير والواسع للمساحات التي احتفت بالغدير، وبطبيعة نوعية الاحتفاء أكثر من ذي قبل. في إيران لأول مرة وجدت فعاليات كبيرة جدا على مستوى مليوني للاحتفاء بالغدير بنمط مختلف تماما عما كانوا يحتفون به قبل ذلك. في لبنان نفس الصورة، في سوريا نفس الصورة، والكل كان أمام حالة من حالات العاطفة المتجددة المتوقدة، وهذا من الحق أن يحتفون بالغدير. لكن هذه العاطفة هل أعادت لنا الغدير؟ هل حصلنا منها على شيء من الغدير؟ هذا السؤال يجب أن نضعه أمام أو نصب أعيننا لكي نتعرف إن كنا نتحمل المسؤولية كأمة أو لازلنا غير ملتفتين إلى طبيعة هذه المسؤولية. أمس كنا نحتفي بذكرى آية التصدق بالخاتم، وهذه الآية مع ما فيها من فضيلة وعظمة لمقام أمير المؤمنين، ومع أن الشيعة لا شك ولا ريب حينما أعادوا مطالعة هذه القصة المتعلقة بتصدق الأمير أثناء ركوعه في المسجد، أعادوا قراءتها، سمعوها من الخطباء من المحتفين وما إلى ذلك. ولكن السؤال، هل أن كل عمليات الاحتفاء التي جرت طوال كل هذه السنين المتمادية، آية التصدق بالخاتم ليس لأول مرة يتم التحدث عنها عند شيعة أهل البيت، كل هذه القرون هم يتحدثون عنها لكنها بعنوانها فضيلة، أما في موقع المسؤولية آية التصدق بالخاتم تعني الولاية وتعني هيمنة الولاية على الأمة، ماذا بشأن إعادة ولاية من ولاه الله جل وعلا على هذه الأمة، وما هي المسؤولية الملقاة على عواتقنا لكي نساهم بإعادة هذه الولاية. الله سبحانه وتعالى لم يكن في كتابه الكريم إلا جاداً بشأن تحكيم مسؤولية حاكمية الله جل وعلا. الغدير لا يمكن لنا أن نفهمه إلا من هذه الزاوية، وإلا لن نحظى بإمكانية الفرحة طالما أن الغدير شرع لنا باباً هو باب الناس الذين نبه عليهم القرآن الكريم بأن هؤلاء سيكيدون وقد كادوا، قد اعتدوا على الزهراء، قد اعتدوا على أمير المؤمنين كما سبق لهم أن اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالنتيجة الغدير أرادوه أن يكون في ذمة التاريخ، أرادوه أن يكون قيمة مهملة بعيدة عن الواقع، وأهله للأسف الشديد ولأسباب متعددة، قسم منها ترتبط بالعوامل التي سلطها أعداءهم عليهم، وأيضا لعوامل الوعي والبصيرة وما إلى ذلك، انعداما ووجودا هذه العوامل هي الأخرى للأسف الشديد ساهمت في أن يبقى هدف الغدير بعيدا عن أذهان العاملين وأجنداتهم وبرامجهم، بينما الدعوة إلى الغدير
الدعوة إلى الولاية هنا، الدعوة في المباهلة وما إلى ذلك، يفترض أنها دعوة جادة ولا تسقط مع تقادم الأيام، لا تسقط بمجرد أن الظرف الاجتماعي لا يسمح بذلك. إذن أين الإعداد؟ أين الاستعداد؟ أين التهيؤ؟ أين محاولة التقرب من نقطة أكثر تقدماً في عملية إعادة الحاكمية لله؟ حينما تقرأ في نص معاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع نصارى نجران تتحسر أن هذه القوة الإقليمية الكبرى في ذلك الوقت، الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله يلزمهم بدفع جزية باهظة الكلف، وإن كانت هذه الجزية هي بالمعنى الآخر هي ضريبة لتأمين الدفاع عن مناطقهم من خلال الجيوش الإسلامية. لكن مع كل ذلك، هؤلاء لو أن المسلمين دخلوا بحرب هم ملزمون بإعانة المسلمين في حربهم بإمدادهم وفق وثيقة المباهلة، بإمدادهم بالمال والسلاح وأدوات النقل وما إلى ذلك، وإن سميت في وثيقة المباهلة بعنوانها إعارة أو يعيرون الرسول مقداراً من الرماح ومقداراً من الدروع ومقداراً من الخيل وما إلى ذلك، ولكن هو لو نظرنا إليه في الدقة سنجد أن من كان عدواً يهدد أصبح معيناً يرفض، أصبح ماذا؟ أصبح من يعين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للوقوف بوجه أعدائه، تم تحييده كعدو وتم تحويله كرافد أو كحليف أو كشريك أو كصديق وفق مراتب العلاقات في مثل هذا المجال. لذلك نحن في هذا اليوم إذ نحاول أن نختتم هذا العام، وقد انتهى هذا العام بثلاثة ذكريات في غاية الأهمية من شأنها أن تذكرنا بشأن أو بعملية حاكمية الله جل وعلا على هذه الأرض. وأنتم لا تحتاجون إلى من يذكر بأن الحديث عن الحاكمية الإلهية تعني الحديث عن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، لأنه هو المنفذ لهذه الحاكمية. حديث الرسول الذي يتناقله أهل الإسلام كافة بأن ثمة رجل من ولد فاطمة سيخرج في زمان متقادم، يخرج من أجل أن ينقذ الأرض بعد أن ملئت ظلما وجورا ويحولها إلى العدل الإلهي من خلال بوابة القسط والعدل. هذا وإن كان هو عودة إلى الله وتنفيذا للحاكمية، لكن أياديه ماذا؟ أياديه هي الإمام المنتظر بأبي وأمي، ومن يعين الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. من هنا أقول أن مثل هذه الجردة لحساباتنا يفترض أن تقابل بإحساس جاد بالانتماء إلى هذه القضية. نحن ننتمي إلى الغدير لا شك ولا ريب في عقائدنا، في أحاسيسنا، فرحنا، ابتهجنا، نساؤنا زغردنا وأطفالنا صفقوا وما إلى ذلك، لكن هناك شيء بين أن تحس بالانتماء وبين أن تكون جادا في الانتماء وتتحمل مسؤولية هذا الانتماء. بس هذا على الوضع الذاتي. يمكن أن أقول أن حراكا في البصيرة، حراكا في وعي الأمة بدأ يطفح شيئا فشيئا ويبرز فعاليات متعددة. ونحن في هذا اليوم وحينما نتحدث عن نهاية سنة إنما نتحدث عن بداية سنة أخرى، والحديث عن سنة أخرى إذ يبتدئ مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه
أيضا سوف يضعنا على بوابة حاكمية الله جل وعلا وتجسيد هذه الحاكمية. حينما نتحدث عن الحسين، أحزان الحسين، آلام الحسين، فجائع الحسين، مصائب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سنتحدث حتما عن مفهوم الثأر للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وستعود بنا هذه القضية إلى الثائر للحسين صلوات الله وسلامه عليهما الذي سيعيد الحق إلى نصابه. ماذا تعني كلمة إعادة الحق إلى نصابه؟ حاكمية الله ستعني كل المفاهيم. أن نقول أن الإمام المهدي سيثأر للحسين وسيرفع شعار يا لثارات الحسين وما إلى ذلك، حتى ماذا؟ حتى يعيد الأمر إلى نصابه الذي افترقت الأمة عنه يوم أن قال لها الله سبحانه وتعالى: أقبلي من أجل إكمال الدين وإتمام النعمة، فصدت الأمة وابتغت بعيدا عوجا عن سبيل الله وحادت، وبالنتيجة وصلت الأمور إلى أن يذبح الحسين بأبي وأمي، وما جرى بعد ذلك من مظالم، بل قبل ذلك من مظالم، كله يعود إلى نقطة الافتراق عن هذه الحاكمية. لذلك لا يوجد ملجأ بالنسبة إلى المتدينين، بالنسبة إلى الذين يتوقون للعمل من أجل مبادئ الله جل وعلا، لا يوجد أمامهم أي سبيل إلا النظر بجدية إلى مسألة الحاكمية الإلهية وكيفية الاقتراب منها. بطبيعة الإسلام وواقعية الإسلام، واقعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التعامل مع الأمة، لن ينتظروا من الأمة أن تخلق المعجزات دفعة واحدة، ولكن هي في إطار أن تربى، لكن هذه التربية من أجل أن تعد الأمة نفسها من أجل خوض معركة الحاكمية. ليصير عندنا خيال أنه أئمتنا جاي يربونا من أجل أن ندخل الجنة، إحنا ارتباطنا بهم هو سبيل إلى دخول الجنة، لكن عملية التربية وما إلى ذلك فيها قصة في محتواها يجب أن ننتبه إليها. انظروا إلى القرآن الكريم في حديثه عن الفلاح، ربما والآن قد تخونني الذاكرة، ربما في القرآن الكريم استخدمت مادة فلحة ومفرداتها اللاحقة بها لما يقرب من 60 مرة. في غالبية هذه المرات كان يتحدث الله جل وعلا عن الفلاح بعنوانه القصة التي يجب أن تتحقق، ويلقي بمسؤوليتها على من؟ لا يلقيها على نفسه ولا يلقيها على الرسول، وإنما يلقيها على المؤمنين: أنتم تحملوا المسؤولية لأن الفلاح أنتم تصنعونه وأنتم تحصدون كل الأثمان والنتائج التي ترتبط بمساركم إلى الفلاح. يعني حينما يقول قد أفلح المؤمنون، أفلح بأي طريقة؟ يبدي يعدد مواصفات متعددة للمؤمنين الذين سيفلحون. حينما يتحدث بمنطق كيف تفلحون في الشأن الأمني والشأن السياسي والشأن الاجتماعي، يتحدث بمنطق الصبر، المصابرة، المرابطة، التقوى، من أجل أن يتحقق هذا الفلاح. وكل الآيات الأخرى التي عرض القرآن لها في قضية الفلاح استخدم مسألة تكوين الجماعة الصالحة، استخدم مسألة
حالة التراحم بين المؤمنين، استخدم مفردات وآليات متعددة من السلوك ومن الجهد ومن أنماط الإرادة التي يجب أن يبديها الإنسان المسلم من أجل تحقيق الفلاح، استخدمها للإشارة إلى أن من يريد الفلاح، والفلاح هنا لا ينظر إليه على مستوى الآخرة إلا بآيتين أو ثلاثة، أما البقية كلها يتحدث عن الفلاح في الدنيا. والفلاح في الدنيا ماذا يعني؟ لو دققتم كثيرا لوجدتم أن المؤمن مطالب بأن ينتظر يوم الفلاح وأن يعمل لأجل هذا اليوم، مو بس ينتظر إلى الفلاح، لكن من ينظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هو ينتظر لعلكم تفلحون، تشير إلى أن الموعد مع الفلاح في الأمام في المستقبل، ولكن اذهب واعمل إلى هذا اليوم، حقق المطلوب منك من أجل تأمين تحقيق الفلاح في حال الدنيا. نعم، المؤمن لو عمل بتكاليفه، سواء كانت التكاليف المرتبطة بذاته أو المرتبطة بجماعته أو المرتبطة بأمته أو ما إلى ذلك، كل وقد سبق لي أن أشرت إلى أن المسؤولية تختلف بالإنسان من حيز إلى حيز، يعني الإنسان بذاته له مسؤولية معينة، لكن هذه المسؤولية لو انتمى إلى الجماعة الصالحة ستكون أكبر بكثير من مسؤوليته كفرد. ولو جاءت هذه الجماعة الصالحة التي سماها القرآن الكريم بحزب الله، لو جاءت هذه الجماعة وجمعت نفسها مع الجماعات الأخرى وكانت أمة، عرف عنها بمسؤوليات جديدة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف أنها تحولت إلى خير أمة أخرجت للناس؟ لأنهم يقومون بكذا وكذا وكذا وكذا. ماكو شيء اسمه أنه كانوا يتمنون أن يسوون هذا الشيء، أو أنهم كانوا ينتظرون حتى تصير هذه الأمور، مثل ما هو للأسف الشديد حالة الغفلة المسيطرة على بعض العقول، على بعض القلوب في تعاملها مع الأمنيات الرسالية. الأمنيات الرسالية من قبيل ظهور الإمام بأبي وأمي، من قبيل تدمير قوى الظلم، من قبيل تحقيق أحلام الأنبياء وآمالهم بتحقيق دولة العدل الإلهي وما إلى ذلك. هذه الأمنيات لو درسناها بشكل جدي لوجدنا أننا مطالبون بجردة كبيرة جدا من الأعمال التي يجب أن تنفذ في هذا المجال. إذا ما انتبهنا إلى هذه أو إلى ما يترتب على هذه الخلاصة وحاولنا أن نذهب إلى الواقع الموضوعي لنراقب ما الذي يوجد في هذا الواقع، بالأمس انتهت قمة حلف الناتو في ليتوانيا في فيلنوس، وهذه القمة بمعزل عن كل التفاصيل المرتبطة بها، ماذا قالوا، ماذا أعدوا، ماذا، لكنها تعطي قناعة راسخة بأن ما تحدث عنه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم حينما تحدثوا عن النار التي لا يقوم لها شيء، يمكن النظر إلى مخرجات هذه القمة بأنهم حاولوا أن يعطوا للأوكرانيين كل ما يمكن لهم أن يعطوه من عناصر القوة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقفوا في قبال الآخر، ليس من أجل أن ينتصر الأوكراني، لأنه لا يوجد هناك قدرة لفعل هذا الأمر، ولكن من أجل أن يقف الدب الروسي أو أن يتم احتواءه بطريقة أو بأخرى. ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى عالم الروايات؟ قوة في مقابل قوة، واحد يدعم قوة والأخرى هي القوة التي لديها مكنة ولديها قدرة في أن تكتسح،
إيجاد حائط في مقابل سيل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يتوقف السيل، لا ينهزم السيل، بمعنى النار التي لا يقوم لها شيء، أي أن المعركة التي تنشب بسبب هذه النار لن تحقق النتيجة وستبقى تضفي أو تطلق ناراً من بعد نار. هذا الشيء اللي وصلنا إليه. لكن في ثنايا هذه القمة وحراكات الدول نلمس حالة التذمر الشديد من طبيعة ما يحصل، أنهم ليسوا بقادرين على أن يعطوا أموالاً أكثر، ليسوا بقادرين على أن يعطوا أسلحة أكثر. ومع كل ذلك بدأنا نلاحظ أن الإسبان أرسلوا قوة جديدة إلى شرق أوروبا، الإيطاليين يتهيئون إلى ذلك، أمريكا اليوم وقع بايدن على أمر بتفعيل كل القوات الاحتياطية العاملة في أوروبا. تعرفون القوات الاحتياطية بالنسبة للأمريكيين هي عبارة عن رواتب واستحقاقات مالية، لأنهم في الغالب يجندون على طريقة نظام المرتزقة. لذلك القول بأن أو أمره بتفعيل القوات الاحتياطية في أوروبا، ما الذي يعني ذلك؟ قبل ما كانوا يتخذون هيك قرارات، قبل ما كانوا يتحدثون بهذا المنطق، من زمان كبير لم يجتمع حلف الناتو بطريقة معلنة من أجل قضية عسكرية. قبل كانوا يجتمعون لقضايا سياسية، والعسكر يجتمعون خفية بشكل غير مطروح أمام الإعلام، ولو طرح بعنوانه خبر، مجرد خبر. أما اليوم الخبر لا، مقترن بعملية تدجيج في الأسلحة، تخزين، رصد، تقديم، تحفيز وما إلى ذلك. فهذا إلى أين؟ أنا هنا أشير إلى نمط من الأفهام اللي موجودة في ساحتنا. هذا من يشوف العلامة، من يقول له أنه أكو هيك علامة، يقول لك وينها؟ هذا يريدها فالشي جاهز، يعني مجرد أن يقول الإمام سيحصل كذا وكذا يجب أن يحصل كذا وكذا بالنسبة إلى في يابا هذه الأحداث يراد لها زمن، تتحرك شيئا فشيئا، أنت عليك أن تراقب النتائج. هذا ما تدخل في عقله أنه قصة يمكن أن تطول سنة وسنتين وثلاثة وما إلى ذلك، لأنه طبيعة حدث هائل وبهذا الحجم لا يمكن أن يتأتى خلال لحظات أو خلال أيام قليلة. من نتحدث عن قضية أن العالم سيهلك منه ثلثان، هذا يريد رأساً حدث فجائي يؤدي إلى كل هذه الأمور. قبل ذلك ماكو داعي تحكي، تيجي تقول لي أنه هذا الحدث قد يؤدي إلى كذا، قد يؤدي إلى كذا، كل الأحداث قد تؤدي. لكن أن نرى كل العوامل التي من شأنها أن تحدث انهياراً هائلاً جداً في مستوى أمان البشر بدأت تتجمع اليوم. ما نقدر نقول أنه كل شيء ماكو. أمريكا من تتحدث عن أنها أرسلت قنابل عنقودية، علينا أن ننتظر الطرف الآخر إيش راح يسوي. أكو عملية تصعيد يوم على يوم. بعد القنابل العنقودية مباشرة قالوا راح ندز طائرات F-16. بعد F-16 قطعاً ما راح توقف القضية عند هذه الأمور. وواقعاً ما أدرس أنا في قصة توريط الأمريكيين والأوروبيين للاندفاع باتجاه أوكرانيا، بس نقول غرب يريد يصد، لكن هذه العملية الانتحارية شلون أقدر أفسرها؟ أوكرانيا ما عندها سلاح جوي، تم إنهاء السلاح الجوي الأوكراني بالأيام الأولى للمعركة. أنت تيجي ترسل له دبابات، ترسل له مدرعات، ترسل له مدفعية، مع طرف يمتلك أداة جوية قاهرة وكبيرة جداً بصواريخه، بمسيراته، بطائراته. شو تريدني أفتهم هاي القضية؟ توريط لو مو توريط، عملية انتحار لو مو عملية انتحار، إيجاد ركام كبير
أمام لعله يحد من دون تقدم الروس باتجاه أوروبا أكثر من ذلك؟ حقيقة ما أقدر أفهم، ما أقدر أقول أن النتائج الأولى والسريعة لما سمي بالهجوم المضاد أنتج خسارة أكثر من 200 دبابة من الدبابات التي قدمت بعجعجة كبيرة أو عفواً بجعجعة كبيرة من قبل الإعلام الغربي بأن هذه الدبابات الألمانية والمدرعات البريطانية والصواريخ الفرنسية وما كلها راح تحسم المعركة. هم يدرون على مستوى التحليل العسكري أنها ستكون وقودا سريعا جدا في عملية خاسرة. الدروع يمكن أن تؤدي دورا كبيرا جدا في المعارك، لكن يجب أن تحمى من خلال قوة حتى تتمكن هذه الدروع أن تؤدي أغراضها. أما توديها إلى ساحة غير محمية جوا وأنت تئن أن الروس عندهم الطائرات المسيرة الإيرانية والإيرانيين فعلهم تركهم ذولا جاي يخربون الأمن الأوروبي وما إلى ذلك، هذا حديث على مستوى الواقع. شنو اللي قدمته الآن؟ من يريدون يقدمون F-16 وبدت القصة تأخذ مسارات الجادة، علينا أن ننتظر الطرف الآخر، ما راح يقعد يتفرج. ومن الواضح جدا أن الروس كانوا منضبطين ضمن مستوى معين، ما يريدون المعارك تندفع إلى أكثر من هذا المستوى، لكن كل ما صعدوا فذولهم راح يصعدون. إذا نحن إلى أين نقبل وبأي اتجاه؟ هذا من جانب، وهذه نتائج يقدمها لك الواقع وأنت لست داخلا في كل ما يترتب من أمور على هذا الواقع، لكن عليك أن ترصد هذه القضية ضمن معاييرك أنت وتشوف أن أنت مثل هذا التاجر اللي ضربنا مثاله. هناك من يعطيك أثمانا وأنت بالطريق، أنت ما تعبان عليه، لكن هو يقدم لك هذه الأثمان. هسه إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر باعتبار يعني ناسنا على أي حال دائما إما أن يشتهي إن شاء الله مصير، هذا منطق إن شاء الله مصير، دائما يشتهي الأسهل، وإذا دخل في الصعب يريد سريع وبالعجل حتى يخلص، يريد النتيجة حتى لو كانت تؤدي به إلى أن يتجرع، لكن المهم خلصونا. المسألة ليست بهذه الطريقة، والحراكات بطبيعتها تخضع لهذا المفهوم الذي طرحه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن إزالة جبل أهون على الله من إزالة ملك لم يحن وقته. إذن علينا أن ننظر إلى مسألة الوقت بشكل جدي، وهي التي يمكن أن تؤدي بنا إلى القول بأن إزالة ملك الظلم يحتاج إلى شروط، إلى استحقاقات يجب إيجادها على الأرض، سأنت توجدها، الطرف الآخر يوجدها، ما إلى ذلك. أيما يكن هذه الاستحقاقات يجب أن تلاحق حتى ننظر إلى سقوط ذلك الملك. الحديث عن الحرب في أوروبا، الحديث عن انقلاب الموازين القوى في العالم ما عاد خفيا. اليوم الكل يتحدث، وإن كان البعض يتحدث عن مخاوف أو يتحدث عن أنه هذه الأمور ننذر بأنها قد تؤدي إلى ذلك، أو أن وتيرة الشعور بالقلق والشعور بالتوتر والاحتقان ما بين الدول يتصاعد يوما من بعد آخر. هذا كله علينا أن ننظر إليه بعنوان تفاعل الشروط الموضوعية لمفهوم إزالة ملك حان أوانه. مرة لم يحن أوانه، مرة حان أوانه. هذا من بعد. لو نظر الأخوة الأعزاء إلى طبيعة القرار البلجيكي
وإلى الخطاب الغاضب لرئيسة وزراء إيطاليا أمس في قصة المثلية وتعميم مفاهيم الشذوذ وسلوكيات الشذوذ لقوم لوط الجدد للمحتذين بحراك اللواطين والمساحقين طوال هذا التاريخ. تتحدث عن من رئيسة وزراء إيطاليا وبهذه اللهجة الحادة وكأنها في معركة؟ ليش تقرر أنها داخلة في معركة مصيرية، إما إبادة مجتمعنا وهويتنا هكذا تقول وديننا ومعالمنا، وإما أن نتحول إلى مستهلكين رخيصين لمصلحة الشركات التي تعمل على ذلك؟ أعطت صورة خلفية لطبيعة مشروع تعميم المثلية على وجه العالم. احنا عندنا مثال او عندنا بيت شعر عادة يضرب كمثال، في حتى في لهجتنا العامية نستخدمه كثيرا او في لهجتنا الدارجة، حينما يشار الى انه لا تربط الجرباء. هذا المثال الذي يراد منه أن تمنع وجود الجرباء مع الصحيحة، حذراً من ماذا؟ حذراً من أن ينتقل الجرب إلى الصحيح. ما يجري في الحقيقة هذا كنا نقول أنه هذا الأمر خلاف العقل، أن يأتي الإنسان بأجرب ليضعه في بيئة سليمة. اليوم العالم يجبر على أن يحتضن الجرباء ليقضي على الصحيح. المنطق اختلف تماما هنا، وسبحان الله ارجعوا إلى رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أشار إلى اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أشار إلى قصة أخرى أن المعروف يصبح منكرا والمنكر يصبح معروفا، وأن الذي يأمر بالمعروف سينكر عليه، والذي يأمر بالمنكر سيمجد وسوف يعظم. الآن الشيء اللي جاي نشوفه شنو؟ دول ومواثيق أكثر من ذلك. أنا حقيقة أبلغني أحد الأخوة في أمريكا تعليقا على حديثي في الأسبوع الماضي، حينما أشرت إلى إرسال أحد الأخوة لي تقرير فيديو يشير إلى انتشار المثلية بعد القرار الرسمي للحكومة الأمريكية في المجتمعات الأمريكية. قال لي هذا الأخ، يقول كثير من الناس المسلمين الآن يرفعون أعلام المجتمع اللواطين. يا بليش؟ وقال بعضهم هم متدين، بعنوان متدين بهذا المعنى، أنه ما يؤمن بذني لكن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. لكن من أجل ماذا؟ لأن القانون الأمريكي وضع إغراء إضافي، كل من يرفع علم تنزل من ضريبته، أدخلوا القضية إلى إغراءات. كل من يساعد على نشر قيم المثلية يعفى من الضرائب، واللي يعرف هذه المجتمعات يعرف دور الضرائب المرعب في إدارة حياتها وفي إدارة اقتصادياتها. بل المجتمع الأمريكي أساساً، الدولة الأمريكية قائمة على منطق الضرائب، اللي يبيعون تجار، لكن الحكومة قاعدة من أجل أن تستلم الضرائب مالتهم فتصير حكومة وتصير قوية وما إلى ذلك نتيجة هذه الضرائب. فإذا كان الترويج إلى مجتمع الدياثة، مجتمع التخنث، مجتمع اللواط وما إلى ذلك من شذوذ يؤدي إلى إضافة قيمة اقتصادية إلى هؤلاء الناس، عند ذلك تعرف القيم إيش قد جاي تتحول، المعايير إيش قد جاي تنقلب،
وحقيقة هذا بحد ذاته علينا أن ننظر إلى كعلامة. إحنا قبل تحدثنا عن هذه القضية وقلنا خل المجتمعات بها لواط، ولا شك أن المجتمعات قديمة في هذه القضايا، بها عمل نساء أصحاب الرس من سحاقيات وما إلى ذلك، هذن بيهن موجودات، لكن مرة مخفيات وفي إطار الشذوذ وما إلى ذلك، ومرة يتحولون إلى قصة وراها وزارات خارجية وراها رجالات أمن وراها قيادات مسؤولة وما إلى ذلك. هذه القضية قطعاً الرسول حينما أشار إلى قضية سوف تكون حدثاً عالمياً كبيراً جداً، هذا الحدث جاي يتحقق أمام أعيننا. وهنا نهم واقعاً أنا أشرت في الأسبوع الماضي لعله، لكن أجد من الضرورة بمكان أن ننتبه إلى هذا القضية. إيش قد قرأنا قوله تعالى خلقناكم من ذكر وأنثى طوال كل هذه الفترة، يمر علينا القرآن نقرأها لو ما نقرأها قطعا نثير العجب، استشنوا لي الله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر، كم من يجون الناس. اللطيف في حديث رئيسة وزراء إيطاليا تقول هذا القضية تريد تحول الناس إلى مجرد أرقام، بعد ما عندهم هوية، أكس واحد ويا أكس اثنين، موجب ويا سالب، بعد ماكو شيء اسمه فلان الفلاني صاحب المنقبة الفلانية الهوية الفلانية، ما موجود. قصة خلقناكم من ذكر وأنثى بقدر بديهيتها في وقتها الآن أصبحت قصة معقدة، يحاول هؤلاء أن يثيروا عليها الضجيج ويثيروا عليها كل ما من شأنه أن يعقد هذه القضية. أنا هنا لابد لي مع إشارتي إلى أن مثل الذي يجري واقعا هو علامة من العلامات التي قدمها الرسول الأعظم، لكن أشير إلى من برلماننا إلى حكوماتنا إلى قوانا السياسية في العراق في لبنان في إيران في أي مكان آخر، حتى ببلاد التي تقول بأنها مسلمة. اليوم مجلس الدوما الروسي شرع تشريعا أنتم أحق به، بعد ما شرع قانون منع المثلية عاد وشرع بتجريم حالات التحول الجنسي، وهذا الأمر صار قرار دولة تدخل ويا أجهزة تنفيذية كثيرة من أجل أن تطبقه. جزاه الله خير الجزاء وزير صحة العراق حينما قرر إلغاء دائرة التنوع الاجتماعي أو النوع الاجتماعي، ما كانوا منتبهين، أنا أشرت إلى ذلك قبل، لكن مع كل ذلك هذا قرار. لكن أنا أناشد الحكومة رئيس الوزراء السوداني بقية حكوماتنا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بإجراءات شكلية. أمريكا داخلة باتفاقيات كثيرة مع دوائر متعددة عبر منظمات تدعي بأنها مدنية للترويج إلى الشذوذ الجنسي في مجتمعنا الذي يتقزز من هذه القضية، لكن بماذا يقدمونه؟ تذكرون مهرجان ألوان اللي صار في منطقة الكرادة، شلون الناس كانوا فرحانين بما إلى ذلك، ما كانوا يدرون أن هذه الألوان ترمز إلى هذه القذارة التي تروج إليها، ويجوز نفس المنظمات والله أعلم يجوز نفس الذين أقاموا بعضهم على الأقل، يعني يقينا من توجه بهذه القضية كان يعرف ماذا يفعل، لكن البعض خدع واتجه ببراءة، ربما ببراءة لتنفيذ مثل هذه الأعمال. مثل هذه القضايا صارت للأسف حتى عندنا في النجف، في بعض فعاليات النجف أيضا حصل أن بعض المنظمات مثل كوير وأمثالها قدمت نفسها بمغلف يبعد عن واقعها بأنها تريد التخنيث والدياثة للمجتمع،
واجتمعوا مع أساتذة واجتمعوا مع كوادر متقدمة وقدموا أنفسهم بعنوانهم الناس المحبين للسلام ويريدون يدفعون العنف وما إلى ذلك. لكن الواقع ماذا هو؟ هو حماية اللواطين وحماية الشاذين، ومو على أساس أن تحميهم قانونياً فقط، وإنما الترويج إلى أن يتحولون إلى حالة طبيعية للانتقال إلى المرحلة الأخرى حتى تقدم هذه المادة في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات وما إلى، مثل ما الآن أصبحت القضية عادية جدا في الكثير من البلاد الغربية. أنا أعود وأنبه إلى واقعنا كسياسيين كحكومة، أنتم مجبرون على أن تقدموا ما يقنع هذه الأمة على أنكم طالبي عفة للمجتمع، وحالة التخاذل، حالة البرودة في التعامل مع هذه القضايا خطرة للغاية، لأن هؤلاء مثل السرطان يبتدئ خفيا ثم يكتسح شيئا فشيئا ولا يتوقف، ما راح ينتهي إلى نقطة معينة. هذا من جهة. من جهة أخرى، خلال هذه الأيام وأنا أيضا لازلت في إطار عملية إيجاد جردة الحساب لما جرى خلال هذه السنة، أين أصبحت القصة مع إسرائيل؟ إسرائيل التي تعتبر أحد الغصص الكبرى في أمام عملية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أمريكا تعتبر أحد المنغصات الأساسية في إقبال الإمام بأبي وأمي على هذا العالم. ماذا بشأن هؤلاء في منطقتنا تحديدا؟ ما الذي جرى خلال هذه الفترة؟ إسرائيل شمرت عن ساعديها، أعادت أو حاولت أن تعيد منطق الغطرسة والهيمنة وما لاحظناه سابقا من انحسار قواها في الردع، حاولت عبر معركة جنين أن تعيد الهيبة لنفسها وأن تعيد الاعتداد بقوتها وأن ترهب الأطراف المقابلة. هذا شو وقت صار؟ صار بعد جملة معارك أحسوا بفشل وبتآكل في أوضاع ردعهم، دخلت قوتهم الكبيرة إلى مخيم جنين. مخيم جنين عبارة عن بقعة جغرافية يكتظ فيها وجود الناس بشكل مزعج للغاية، اكتظاظ هائل جداً، ومساحة لمخصصة الجغرافية لهؤلاء مساحة ضيقة جدا. دخلت إلها قوة هي ومدرعاتها وأسلحتها الفتاكة وطائرات فوقهم ومسيرات تدعمهم ودوائر الرقابة وما إلى ذلك كلها تعمل، والأجهزة الأمنية السرية وعملائهم كلهم يعملون بخط واحد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقمعوا هذا المخيم. ما الذي حصل؟ 5 أيام وهم يعدون اليوم نحقق، اليوم نحقق، غدا سنحقق، غدا سوف نفعل، غدا غدا غدا، وإذا بهم دفعة واحدة انسحبوا ولم يحققوا أي شيء. ماذا يعني ذلك؟ الذي حصل حقيقة من خلال الدقة في المراقبة أن هيبة هؤلاء في مسعاهم لتحقيق الرجع تهاوت مرة أخرى، يعني بدل أن يحصلوا على حصاد لهم عاد الحصاد عليه. من قبل من؟ من قبل جملة من الشباب. هؤلاء الشباب اللطيف إهنانه، ويجب أن تراقبون هذه القضية، هؤلاء الشباب اللي هم أعمار قسم من عندهم لا يتجاوزون حتى 20، عملت عليهم أدوات الغزو النفسي
وأدوات الحرب الناعمة طوال هذه السنين من أجل أن يسلبوا منهم إرادة القتال واندفاع المقاومة. لكن الذي حصل 10 شهداء بخسارة مدوية على المستوى الأمني والسياسي إلى الصهاينة، حالة عدم ثقة بالنفس خرجوا منها بهذه الطريقة. إلى ذلك قصة خيمتين أرسلتهم عمامة شيعية إلى أن يقفوا على أرض طالما تغطرس الإسرائيليون عليها، خيمتين بها عدد قليل جدا من الأشخاص ما مسلحين بهذا العنوان، أنهم ما جايين بإعلان مباشر للقتال، هذه أرض متنازع عليها، هكذا يقولون مثل ما الصهاينة يدعون، أرض متنازع عليها. هم كانوا الصهاينة يتواجدون، وما دام هي متنازع عليها احنا هم نتواجد، من تواجدوا الصهاينة ابتعدوا. ثم تعال حير، صار لهم اكثر من شهر، شو نسوي للخيمتين؟ نتقدم نفتلي على اعمارنا، نتاخر، هاي الخيمتين راح يصيرن 4 وال4 راح يصيرن 8 وال8 راح تتقدم القضية وما راح تنتهي عد مسألة. من يمتى الصهاينة يترددون في فعل ما يعتبرونه خرقا لأمنهم؟ ليش مشكلتهم مع اللبنانيين من توصل الأمور إلى العمامة الشيعية وأدوات العمامة الشيعية يخرسون؟ ما يقدر. هذا ماذا يعني؟ انظروا إلى واقعكم، أن وسائل الردع أصبحت من صالحكم مو من صالح الطرف الآخر، قبل هو الذي يردع، أما الآن أنتم تردعون. لطيف، الصحافة الصهيونية هم تشير إلى جدول تقول إحنا ويا هؤلاء لأول مرة نجبر على أن نخوض اتفاقية قانونية اقتصادية فيما يتعلق بحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، لأول مرة الصهاينة يجبرون على أن يوقعوا اتفاقية بشروط العمامة الشيعية. أول مرة يقول رحنا إلى هذه الاتفاقية ودفعنا الأثمان، ثم شفنا الصواريخ جاي تجينا من غزة وجاي تجينا من نابلس وجاي تجينا من داخل الضفة الغربية، أو من داخل فلسطين 48، ثم انتقل الأمر إلى صواريخ تجينا من كل مكان، ثم الآن جتنا البلوى هذه في قضية الخيم. إذا رحنا نزيلها عود يطرحون أنه احتمال تصير معركة مال 2 3، أنت تبتدي معركة لكن من اللي يخلصك من الورطة اللي تتورط بها؟ تبتديها أنت لكن هم راح ينهوك. القدر المتيقن أن من لا يصدق أن الصهاينة مو في قوس النزول وإنما اقتربوا جدا من وقت الأفول حقيقة لا بصيرة له ولا وعي، بعد خاضع لهيمنة إعلام الصهاينة، إعلام الغرب في تصوير الأمور بهذه الطريقة، سيما وأن الصهاينة يفقدون الروس ويفقدون مجالا من المجالات مع الأمريكيين. اليوم عندهم مشكلة مع الأمريكيين، أن الأمريكيين لا يريدون نتنياهو ويعتبرونه مخطئا في الكثير من قراراته، وبشكل طبيعي أمريكا اللي تهيئ إلى حضارة الإلحاد ما يصرف لها وجود حركات دينية وإن كانت متطرفة ومنحرفة موجودة في الصهاينة. قطعاً هم مع قانون التعديلات ضد قانون التعديلات القضائية، مع أن نتنياهو مندفع باتجاه هذا القانون، لكن القدر المتيقن اللي نحصده هو أن خراباً قد حل في بيوتهم.
بيش يذكركم هذا؟ يذكركم بطبيعة المواصفات التي قدمها القرآن الكريم. يخربون بيوتهم بماذا؟ بأيديهم وبأيدي خيم المؤمنين، بصواريخ المؤمنين، مو بأيدي المؤمنين ارفع ايدك بالدعاء وما إلى ذلك، لا، بإرادة تتصدى، إرادة تعاند، إرادة تمانع، إرادة تقاوم، تؤذى، ولكنها تبقى تريد النيل من أجل أن تنتصر. إذا أريد نفكر أخواني الأعزاء بماذا يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من المجتمع حتى ينصره؟ الإمام بالضبط شو يريد حتى تتحقق مواصفات النصرة ومواصفات المنعة؟ حينما نقول بأن الإمام ينتظر منا، إحنا مو كنا في إطار معركة، أخواننا في لبنان عندهم معركة، أخواننا في إيران عندهم معركة، إحنا شاء الله وقدر أن نجلس في بيوتنا، وكما أشار الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن العدو سيقاتل بعضه بعضا وأنتم في بيوتكم ماذا؟ آمنين. هذا الرؤية اللي قدمها لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن في المقابل هناك إعداد يجب أن يتم حتى نصل إلى أي مستوى؟ إلي مستوى نوصل؟ أكو عندنا مقولتين أو رؤيتين. رؤية يقدمها دعاء الندبة، وهذا أمر سأعود إليه بحديث مفصل ربما في أيام المحرم إن شاء الله تعالى في محاضراتنا عن محرم. في دعاء الندبة قدمت آهات، آلام، مرارات يقدمها الإنسان المنتظر. هذه الأسئلة اللي موجودة في دعاء الندبة هي تعبير عن صياغة صاغها الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، باعتبار أن دعاء الندبة ينسب إليه بأبي وأمي، صاغها لكي يقول بأن العواطف يجب أن تصل في مدياتها إلى هذا الأمر. في المقابل يقدم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه صورة عملية عن هذا الذي أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة. الإمام يقدم نفسه في حديثه مع كبار أصحابه، سدير الصيرفي، محمد ابن مسلم، أبو بصير، بريد ابن معاوية، المفضل ابن عمر، كبار أصحابه. من يقول سدير يقول دخلنا على أبي عبد الله ووجدناه، يصف صورة مهولة جدا من بكائه بأبي وأمي، من نشيجه، من آلامه وتوجعه، وهو جالس على التراب تحت الشمس وينادي بأبي وأمي، سيدي غيبتك نفت رقادي. هذا التعبير ما الإمام صلوات الله وسلامه عليه قدم إن من خلال الأسئلة الحائرة ذات المرارة الخاصة، أبي رضوى أم بذي طوى، أو ما إلى بذي طوى أم برضوى، إلى آخر كل هذه الأسئلة قدمها حتى يقول لنا طبيعة العلقة المعنوية بينكم وبين إمامكم يجب أن تصل إلى هذا المستوى، صعدوه. لكن الإمام الرضا كان عنده موقف آخر صلوات الله وسلامه عليه، حينما يروي أبو الصلت الهروي يقول بأن الإمام حينما جاء دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه في قصيدته تجاوبنا بالأرنان والزفرات، قصيدة التائية المعروفة،
وحينما وصل إلى ذكر الإمام بأبي وأمي، ذكر الإمام الذي سيأتي من أجل إحلال عدل الله جل وعلا، ماذا فعل الإمام الإمام الرضا؟ يقول قام ووضع يده على رأسه. شوف هاي وضع اليد على الرأس من جاية؟ قام فوضع يده على رأسه ورفع يديه في الدعاء وهو يقول اللهم عجل فرجه، اللهم انصره نصرا عزيزا. هذا التعبير، هذا التعبير هو الفعل بسيط في صورة الأولى، يمكن كل واحد من عندنا أن يؤدي هذا الفعل، حتى طفلنا ببساطة يمكن أن يستجيب وينفذ هذا الأمر. لكن بالمقابل هذه نقطة بداية لإيجاد علقة خاصة، وإلا ليش تقوم لمجرد ذكر الإمام؟ ليش تقوم؟ ليش تخلي إيدك على رأسك؟ ليش تتعلم على تطالب بأن تقول اللهم عجل فرجه؟ لأنه مطالب أنت بإيجاد العلاقة الخاصة، العلاقة الذاتية، بحيث ينمو عندك هذا الشعور، يتنامى إلى الدرجة التي ماذا؟ شنو اللي يحصل؟ كل هذا الحديث حتى ماذا يحصل؟ حتى يقف مسلم ابن عوسجة قدس الله روحه الزكية أمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حينما أبلغهم الإمام الحسين بموقفه إن القوم لا يطلبونكم إنما يطلبونني أنا، يطلبونني وحدي هذا الليل فاتخذوه جملا، روحوا بالليل عوفوني وحدي. شنو كان موقف مسلم ابن عاصر؟ تكليف الشرعي صار عنده واضح أنه يمكن إلى، ما دام الإمام قال روح يقدر يروح، يقدر يتذرع يقول الحمد لله ارتفعت المسؤولية عني. لكن شنو كان كلامه؟ من نابع؟ نابع من هاي العواطف، من هاي المرارات اللي وجدت في داخل القلب، من ذلك الوازع الذاتي في محتواه ما حد مكلفه، هو اللي نطق، ومن نطق ما نطق لمجرد الادعاء والمزايدة، راح نفذ مباشرة لما نطق به. يتحدث عن أنه أنا لو أقتل وأحرق وأذر، وما هذه الطريقة يفعل بي ذلك 60 مرة أو 70 مرة أو ما إلى ذلك. هذا المنطق مو منطق إنسان يقول أنا تكليفي بس أصلي وأصوم وأصير خوش آدمي. لا، التكليف هنا ما تجده في الرسائل العملية اللي سواه مسلم ابن عقيل، ما تجده في الكتب التشريعية، تجده في الكتب التي يتواجد فيها العشاق. هذه المرارات هي مرارات العاشقين، التأوه اللي موجود هو تأوه العشاق اللي ما يرون في دنياهم إلا الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبعد ذلك هم تروح إلى زهير ابن القين اللي تكلم مباشرة بعد مسلم ابن عوسج. تدرون موقف زهير مو موقف عادي، هو كان عثماني الهوى، لكن ما الذي رآه؟ هذا أرجع وأقول أنه حديث إن شاء الله تعالى أجل إلى محرم، إلى ليالي المحرم التي سوف تكون خاصة بالعلاقة ما بين القضية الحسينية والقضية المهدوية إن شاء الله تعالى. لكن الشيء القدر المتيقن أن زهيرا هذا كان قد سبق له بمجرد أن قرر أن يلتحق بالحسين أن يتحرر من كل ما يمكن أن يمنع قرار الانتماء لديه. زوجته وطلقها، اذهبي أنت طالق، إلى هذا المستوى. وكانت المرأة من البر بمكان، بحيث أنها رفضت أن تفارقه في مثل هذه الصورة. لكن مع كل ذلك زهير هذا حينما آن الأوان وجد الجد راح يتكلم بنفس منطق مسلم ابن عوسجة، أتمنى أن أقتل، أتمنى أن أحرق، أتمنى أن يفعل بي من أجل أن أمنع القتل عنك يا ابن رسول الله. هل نحن كذلك؟
هل بلغنا إلى هذا المستوى؟ نحتاج إلى الكثير الكثير مما نفعل لكي نثبت لأنفسنا قبل إمامنا بأننا حينما قلنا بأبي أنت وأمي يا ابن فاطمة الزهراء كنا من أهل الجد وأهل المسؤولية. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على